السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوتنا النهاردة يا شباب هتبقى عبارة عن استعراض النماذج الأمنية اللي بقدر من خلالها أنا كفرد أو مؤسسة أو كيان أو حتى نظام تشغيل أستند عليها وأنا بصمم الخطة الأمنية لتأمين بياناتي ومعلوماتي. في 4 نماذج مشهورين جدا، أو فيما أعلم هم مفيش غيرهم يعني، اللي بيستخدموا لتصميم أي خطة أمنية، سواء ولا انا ببني نظام تشغيل او ببني خطه تامين بيانات او ببني خطه لي انا كفرد او كمؤسسه زي ما قلنا او شركه كبيره او كيان. هي 4 نماذج هنستعرضهم مع بعض، مشهورين جدا، وهناخدهم بشكل ان شاء الله على قد ما نقدر بشكل عملي علشان نفهمهم كويس جدا. وخلي بالكم يا شباب، انا عايز اكد على ان منهج الاساسيات الخاصه بامن المعلومات هو منهج في الاساس نظري، لذلك الناس بتمل منه، بيبقى فيه نوع من الملل من الرتابة. احنا بنحاول نشتغل عملي او نخلق بيئة كده عملية علشان نسهل للناس فهم المعلومات ونسهل للناس ان هي يبقى يعني عدم النسيان او عدم الملل. فبنحاول ان احنا نخلق بيئة عملية كده مننا، يعني احنا مش المنهج الرسمي ما فيهوش اي عملي ولا حاجة يكاد يخلو من حاجات تقيله قليلا يعني. تمام، اوكي، خلينا في موضوع النهارده. موضوع النهارده هنتكلم عن ايه يا شباب؟ خلينا نجيب البرزنتيشن بتاعنا. بيتكلم عن الاكسس كنترول موديلز، نماذج الوصول والتحكم. الموضوع ببساطه شديده جدا، عندي 4 نماذج هنقول تاني معلش اختصارا. عندنا 4 نماذج، ادي 1 2 3 4، هم دول اشهر النماذج اللي بيستخدموا لتامين أو بيستخدموا في عمليات الوصول للبيانات والمعلومات. اسمهم إيه؟ اسمهم الـ Access Control Model. أول نموذج معايا منهم هو نموذج إيه؟ الماك. الـ Mandatory Access Control. ماك يعني اختصار كل حرف بيشير لكلمة. Mandatory Access Control. قال لي إيه ده؟ النموذج ده يا شباب Mandatory يعني إلزامي، ملزم او الزامي او غصب عنك يعني. تمام. المانداتوري اكسس كنترول يا شباب هو اكتر امانا، او النموذج الاكتر امانا في عمليه الوصول للبيانات والمعلومات. طيب يا شباب، ببساطه شديده جدا بيقول لي المانداتوري اكسس كنترول ده حاجه الزاميه بتلزم ان اي حد حابب يوصل للبيانات والمعلومات ويتعامل معاها، سواء بقى بالتعديل بالاضافه بالحذف بمش عارف ايه، يتعامل معاها بالحاجات ديت، بتلزمه ان ما يكونش مستخدم عادي. يعني ايه ما يكونش مستخدم عادي؟ طيب احنا قلنا ان عمليات الوصول للبيانات والمعلومات ديت لازم ان انا انظمها، مش اي حد ممكن يوصل لبيانات والمعلومات، صح كده؟ فبالتالي خلينا نفترض ان في منشاتين، منشاه أمنية عسكرية يعني، ومنشأة صحية خلينا نقول، أو مصنع أو منشأة عادية يعني. هل المنشأتين بياناتهم واحدة؟ يعني حساسية البيانات وأهمية البيانات في المنشآت العسكرية أو في الجهات السيادية نفسها نفس الحساسية بتاع البيانات ونفس الأهمية بتاع البيانات بتاع المنشآت الصحية أو الصناعية أو الاجتماعية؟ بالطبع لا. فبالتالي المنشآت السيادية ديت أو الهيئات الأمنية أو القطاعات العسكرية بياناتها لابد إن هي تكون مؤمنة تأمين عالي جدا لحساسيتها وأهميتها الشديدة. أوكي؟ فبالتالي الناس بتوع أمن المعلومات حطوا لي 4 نماذج إن بينظموا عملية الوصول للبيانات والمعلومات. أول نموذج معانا هو النموذج الأكثر تقيدا والأعلى أمنا، يطلق عليه نموذج MAC، Mandatory Access Control. كلمة Mandatory يعني إلزامي. يعني إيه برضو إلزامي؟ طيب ببساطة شديدة جدا، حضرتك لو قرأت السطر ده كده أو السطرين هم بيوصفوا لك يعني إيه الماك أكسس كنترول أو Mandatory أكسس كنترول. لو قرأناها كده بيقول لي إيه؟ المانداتوري اكسس كنترول اللي هو الماك يعني از ا سكيورتي استراتيجي، ده استراتيجيه امنيه، ذات ريستريكتس يوزر
بتمنع اليوزر، خلي بالك اليوزر العادي، هو هنا بيتكلم عن اليوزر انا وانت واي حد، اليوزر العادي. العادي يعني ايه؟ يعني اللي ملوش صلاحيات، مش يوزر، مش مسؤول كبير مثلا او عنده صلاحيات مطلقة، لا ده يوزر مجرد مستخدم، تمام؟ بتمنعه من ايه؟ من ان هو يوصل للاوبجكت وريسورس، مصادر البيانات والمعلومات والكائنات وما الى ذلك، تمام؟ بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي ان علشان في نموذج الماك، علشان يقدر يتعامل مع البيانات والمعلومات لازم يكون ايه؟ ادمنستريتور. يعني ايه؟ خلي بالنا يا شباب ان اليوزر ده انواع، وكلنا تقريبا او معظمنا عارف ان اليوزر بيبقى فيه نورمال يوزر، بيبقى فيه باور يوزر، بيبقى فيه ادمنستريتور، بيبقى فيه انتربرايز يوزر او انتربرايز ادمنستريتور اللي هو ايه؟ الاعلى سلطه. زي في الحياه انا عندي مدير، عندي سكرتير، عندي رئيس، عندي اوكي، مش حياتنا كده. طيب في عالم الانفورميشن سيكيورتي او عالم التعامل مع البيانات برضو بيقول لي النموذج ده علشان حضرتك تقدر تتعامل مع البيانات والمعلومات في نموذج الماك لازم تبقى صاحب سلطه من نوع ادمنستريتور، غير كده حضرتك مش هتقدر تتعامل مع البيانات والمعلومات، لا هتقدر تعدل فيها وممكن تطلع، انما تعدل او تحذف او تحرر او تضيف او لا، مش مسموح لك على الاطلاق. خلاص كده يا شباب، النموذج ده احنا قلنا هو الاعلى امنا وبيستخدم في نظم التشغيل الاكثر امانا زي لينكس، تمام، وبيستخدم برضه في الويندوز وهنشوف الكلام ده، تمام، لكن في لينكس بيستخدم بكثره يعني، وبيستخدم في المنشآت العسكريه والامنيه والجهات السياديه اللي هي البيانات بتاعتها سنسيتيف، حساسه او على درجه عاليه من السريه والامان. خلاص تعالى علشان نفهم النموذج ده انت على شوفه عملي، هو هنا الشرح البسيط يعني بيقول لي ايه؟ بيقول لي عشان توصل تقدر تتعامل على تقدر تتعامل مع البيانات والمعلومات دي لازم تبقى ادمنستريتور، غير كده انا مش هسمح لك. طيب تعالى نشوفها عملي كده. لو رحنا طبعا انا داخل بمستخدم عادي جدا، انا داخل مش ادمنستريتور، انا صفتي ايه؟ نورمال يوزر، انا داخل مستخدم عادي جدا، هحاول اتعامل مع بيانات ومع معلومات مؤمنة باستخدام نظام الماك. لو رحنا كده هنشوف ان ديت الملفات، انا بخزنها ملفاتي وبياناتي بخزنها في الجهاز اللي انا بستخدمه. هنا هنلاقي ملفات النظام نفسه، ملفات الاوبريتنج سيستم، ملفات نظام التشغيل اللي هو الويندوز اللي شغال عليه. لو دخلنا كده هلاقي ده المجلد الخاص بالويندوز بتاعي، صح كده؟ تعالى كده نحاول ان احنا نعمل اي حاجه وانا مستخدم عادي، يعني تعالى مثلا ايه نتعامل مع الخطوط اللي نازله مع نظام التشغيل، والله الخط ده مش عاجبني انا عاوز اشيله، فهقول له ديليت، شيلهولي لو سمحت. هنا قال لي ايه؟ قال لي لا حضرتك مش هتقدر تشيل الخط ده للاسف. ليه؟ قال لي لانه حضرتك داخل مستخدم عادي، انت مش ادمنستريتور، انت ايه؟ مش ادمنستريتور، تمام كده. طيب تعال نشوف مثال تاني. طيب هنا ملفات وبيانات المستخدمين اللي بيستخدموا الجهاز ده، لو دخلنا عليها كده هنلاقي واحد اسمه ايه؟ ادمنستريتور، وديني انا اهو الغلبان النورمال يوزر عادي جدا. تعالى بقى نشوف، نحاول الادمنستريتور ده ليه ملفات زي ما انا ليه ملفات. لو دخلنا عليها كده وحاولنا ان احنا مثلا نشيل الملف ده او نغير نعمله رينيم، بلاش نشيل، بدل ما هو اسمه في ال سي هخليه تي ار مش عارف ايه، اي حاجه. قال لي ايه؟ دي بقى رساله مفهومه اكتر يعني. قال لي يو نيد to provide administrator permission، حضرتك علشان تتعامل مع الملفات والبيانات ديت لازم تكون ايه؟ لازم تكون administrator، لازم تكون صلاحياتك صلاحيه administrator زي ما هو قايل لي في البرزنتيشن بتاعنا بالظبط. علشان تتعامل مع البيانات لازم تكون ايه؟
ادمنستريتور. البيانات انهي بيانات المطبق عليها نموذج الداك. خلاص كده يا شباب، يبقى الداك ده نموذج بيطبق على البيانات والمعلومات لجعلها اكثر امانا من خلال ايه؟ من خلال انه تحديد المستخدم اللي هيتعامل معاها يبقى راجل ادمنستريتور، اي واحد غيره ما يقدرش يعمل اي حاجه. تمام كده؟ اتفهمت؟ اتفهمت. تعالى بقى نروح لايه؟ للنموذج الثاني، نموذج الداك. قال لي الداك ده عكس الماك. انا في الماك كنت بدي التصاريح بتاعتي او حق الوصول لمين؟ ها؟ للسيستم ادمنستريتور. قال لي ان ده تقدير، يعني انا بقدر او بتخيل ان كل المستخدمين، احنا هنا بنتكلم على المستخدمين عادي بقى، سيبنا النموذج الماك اللي هو كان اكثر تقييدا واكثر امانا، وانتقلنا نزلنا درجه كده من الامان ورحنا للداك. في بيتم حاجه اسمها اكسس كنترول ليست. اكسس كنترول ليست يعني اختصارا عباره عن لسته كده فيها اسماء المستخدمين، عندي عبد الله، عندي محمد، عندي زيد، عندي عبيد. كل واحد في المستخدمين دول انا بقدر حاجته للوصول للبيانات، وعلى ضوء التقدير بتاعي ده بمنحه حق الوصول. خلاص ده اختصارا يعني. تمام كده؟ هنا هو بيقول لي ايه؟ جايب لي سامبل كده مثال. قال لي انا بقدر ان في يوزر مستخدم اسمه اي. تمام. قال لي انا بقدر، يعني انت كصاحب بيانات راجل عندك بيانات وعاوز تحميها، فانت بتقدر ان المستخدم اي يحتاج يقرا البيانات دي، تريد ان يقرا بس ما يعدلش، فبتدي له صلاحيه ان هو يقرا. وخلي بالك هنا المستخدم ده مستخدم عادي مش ادمنستريتور زي النموذج اللي فات. بينما بتقدر ان المستخدم بي هيحتاج يقرا ويكتب، يعني يقرا بيانات ويعدل عليها بالاضافه. تمام. عندك كمان تقدير او كنوع من انواع التقدير الحاجه للوصول للبيانات، ان في عندك مستخدم كمان اسمه مستخدم سي. ده محتاج تديله فول كنترول، يعني تحكم كامل، يقرا يعدل يضيف يشيل يحذف خلص. فبالتالي النموذج ده نموذج اسمه ايه؟ اسمه داك. داك يعني ايه؟ او مصطلح بيشير لايه؟ discretionary access control، يعني حق الوصول التقديري بناء على حاجه او ما اراه انا كمالك بيانات، بناء على الرؤيه بتاعتي، تقديري انا لان الشخص الفلاني محتاج يقرا فبديله حق القراءه. الشخص رقم بي محتاج يقرا ويعدل فبديله حق الوصول والتعديل. بينما في مستخدم تاني هو انا مطلوب منه يقرا ويعدل ويضيف ويحرر ويعمل كل شيء. لو خدنا مثال كده من الحياه يا شباب، من الحياه او من يعني حياتنا العمليه اللي احنا بنحتك فيها من خلال الانترنت. لو عندي موقع الكتروني، انا كمالك الموقع هفوض شخص ان هو يضيف اخبار، وهفوض شخص تاني ان هو يضيف ويحذف ويغير التصميم، ويعني من خلال لوحه التحكم بتاع الموقع. بينما المستخدمين العاديين فقط اللي هو الزوار، يعني يعني تقديري انا انه زائر، مجرد زائر، فبالتالي هو هيطلع على البيانات فقط دون اجراء اي عمليات عليها. يبقى احنا كده خدنا نموذج الاثنين. اول نموذج خدناه اللي كان الماك، وقلنا ده اكثر تقييدا. خلي بالكم اللي حابب يمتحن يحصل على شهاده، ده سؤال من اسئله الاختبار، هيجيب لك كده خيارات ويقول لك اي النماذج التاليه هو الاكثر تعقيدا والاكثر امانا. فبالتالي وانت مغمض كده خلاص عرفنا يبقى نموذج ايه؟ الماك. سؤال تاني ممكن يجي لك يقول لك منشاه امنيه بحاجه لتصميم نموذج لتامين بياناتها عاليه الاهميه، يبقى هتستخدم ايه؟
والله هستخدم الماك. سؤال ثالث ممكن يجي لك كده، يعني شكل الأسئلة بتبقى كده شكل. تمام، يقول لك والله عندي عدة مستخدمين ومختلفي مثلا الأدوار أو مختلفي الوظائف، من خلالهم هستطيع أو هحتاج إن أمنح صلاحيات قراءة لسين من الناس، قراءة وتعديل لصوت من الناس، تحكم كامل لعين من الناس. فبستخدم نموذج أي النماذج؟ هستخدم نماذج الداك اللي إحنا واقفين عليه دلوقتي. ننتقل بعدين في للنموذج الثالث اللي معايا. ثالث واحد معايا ايه هو؟ ثالث واحد معايا اللي هو ايه؟ الارباك. وخلي بالكم ان النموذج اللي بعد كده برضو اسمه ارباك، ولكن هننتبه للنطق. ده اسمه ايه؟ رول بيست اكسس كنترول اهي، وانا كاتبها لكم اهي، والاو عليها فتحه كده. تمام، قال لي ده بيعتمد على وظيفه اليوزر نفسه او دوره او مهمته في العمل. يعني ايه؟ واحده واحده. انا عندي شركه، الشركه دي فيها موظفين ولا ما فيهاش موظفين؟ فيها موظفين. طيب كلهم كده، كلهم هيشتغلوا شغلانه واحده، ولا هتلاقي اللي شغال في السكيورتي في الامن يعني، او اللي شغال في السكرتاريه، او اللي شغال في الحسابات كمحاسب، او اللي شغال في الاداره؟ تمام كده، في موظفين متنوعين. فبالتالي هنا نموذج الوصول هيعتمد على الدور الوظيفي نفسه. حضرتك شغال محاسب، يبقى هل من المنطقي او من المعقول ان حضرتك تيجي تطلب مني الدخول لمركز بيانات الشركه، الداتا سنتر التابع للشركه؟ لا، انت راجل محاسب، ولكن انت دخولك هيبقى على جروب المحاسبين، صح كده؟ اللي هو ايه؟ تطلع على الحسابات، على الرواتب، تشوف ساعات التاخير بتاع الموظفين، تشوف غياباتهم، لان هو ده دورك الوظيفي اصلا. فبالتالي هنا نموذج الوصول للبيانات والمعلومات بيحدد وفق الدور او المهمه الوظيفيه اللي اليوزر شغلها. خلاص كده شباب؟ خلاص، يبقى ده ايه؟ الرول بيست اكسس كنترول. اخر حاجه معانا هي ار باج برضو، ولكن بتتنطق رول اهو، وانا كاتبها لكم اهو، رول يعني قاعده، رول بيست اكسس كنترول. النموذج ده يا شباب هو طريقين، إيه؟ مفيش غيره. يا اما هتقلاه، هتسمح بانه الشخص ده او المجموعه دي او الكائن ده يوصل للبيانات، يا اما هتدينان، هتمنع، خلصت. وده بيتم باستخدام ايه؟ باستخدام اجهزه الفاير وول. تمام كده؟ تمام. يبقى انا في النموذج اللي هو الرول بعمل رول، سياسه او قاعده، يا بسمح يا بمنع. ما هو يا اما ادي للموظف انترنت، يا اما امنعه عنه، صح كده؟ يا اما اوفر له ريموت ديسكتوب، يا اما ما اوفرلوش. تمام كده؟ يا اما اديله حق الوصول للبيانات، يا اما امنعها عنه. ما يا ابيض يا اسود. خلاص، ده بيتم ايه؟ هو حتى ايه اللي هنا ده بيتم عن طريق الفايل. يبقى علشان ما نطولش وقت او موضوع الخطوه بتاع النهارده او الحلقه بتاع النهارده، احنا اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا تقريبا كده فيما يخص الاوثورايزيشن، الصلاحيات والتفويض وحقوق الوصول للبيانات والمعلومات بتاعتي. وقلنا ان اشهرهم اربع حاجات: الماك، الداك، الارباك اللي هي الرول، والارباك اللي هي الرول. تمام، اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.